بميوزك اليوم رح نتعرف أكثر على الجيتار، الجيتار إلكتريك بالتحديد. معنا باستوديو الياس رحباني، أهلا وسهلا فيك، مين أرتست وتيم ليدر بي تي ام آر، شكرا لوجودك معنا اليوم. معنا كمان ميشيل لبكي، هيد أوف مودرن ميوزك ديبارتمنت بالإيكول ديزار غسان يمين، أهلا وسهلا فيك كمان. رح تعطينا يعني لمحة عامة عن الجيتار اجمالا، بس كمان اليوم الجيتار الكتريك كثير مهم بالموسيقى الحديثة. الجيتار الكتريك يعني موقعه كثير مهم، بس الجيتار كلاسيك ما عنده مطرح؟ بلا اكيد عنده مطرح، حسب ستايل وحسب الفورماسيون اللي راكبه منها الباند. هي الجيتار الكلاسيك موجوده من الميديفال بيريود، يعني ايام 1700 و1600، بس تطورت بحوالي 1931. شخص هو كان هاواين من هاواي بيلعب جيتار اكوستيك، يعني هيك كلاسيك، اسمه جورج بوشان، تلاقى بشخص هو الكترونيك انجينير اسمه رودولف ريكنباكر، وجربوا يلاقوا طريقه انه يحولوا الجيتار الكلاسيك اللي هي من خشب وفاضيه من جوا تبقى فارغه، يحولوها ويجربوا يحطوا لها ميكرويت الكتريك. اللي هو ريكنباكر عمل تكنيك الميكرو مثل شامانيتيك ليلقط الريزونانس اللي بتطلع من الخشب ليقدر ينقلها على سبيكر كبير ونسمعه بساوند جديد، وطوروها للفكرة وشركات كبيرة تبنت الفكرة من بعد ما طلعت الانفنشن اللي هو الشخصين عملوها مثل جيبسون وفندر، وطلقوها على السوق بشكل الكتريك اللي أخذت هيدا الشكل هيدا الفورم. والياس اذا بتحكينا شوي انه شو فيها الجيتار الكتريك، يعني من شو ما الكتريك جيتار اكشلي في عند البيك ابس يكون السيركت هيدا هو اللي بيطلعوا بيحاولوا السيجنال ميكرويت مايكروفونز بيحاولوا السيجنال لتطلع سو وفي عندنا تيونينج ماشينز هنا امبورتنت بارت بالجيتار بلس النيك بدنا نعمل فيهم تيونينج للجيتار هو الفوليوم تبع الجيتار ويتش بيك اب وي سيلكت بالبيك اب سيلكتور اند جيف اس ديفرنت ساوند صراحه بالجيتار يعني. هي الاكتر جيتار يعني اتس سوليد بودي خشب اتس سوليد منه هولو بودي منه فاضي مش مثل الجيتار الكلاسيك هيدا ديفرنس اكشلي عن الكلاسيكال جيتار اللي بيلعب جيتار الكتريك ما بيلعب جيتار كلاسيك او لازم يمرق بالكلاسيك لحتى يكمل على الالكتريك هيدا شيء كثير بينسال خصوصا عندنا بالمدارس بيجوا بيسالونا انه لازم نبلش كلاسيك ونروح على الكتريك او فيس فيرسا اجمالا بالفنون يعني في هالقاعده لازم الاشياء الكلاسيك نعملها قبل بس هي مش كثير مضبوطه هو حلو الواحد يكون عنده نوسيون الكلاسيك براسه لانه مدرسه كثير كبيره ومارق فيها اجيال وعظمه مثل موزار وباخ وكل هالناس التاريخيه بالموسيقى بس بيقدر الشخص يبلش الكتريك اذا هو شخص مثلا ما بيحب الكلاسيك هذا شغله كثير بتسبب ازمه بالمدارس انه بيصير التلميذ عم ياخذ كلاسيك لانه فكر انه لازم بس ياخذ كلاسيك وبيوقف او بيعمل ريفولت بعد سنتين ثلاثه انه انا مش هل بدي اخي بدي الالكتريك سو لحتى ما انا يعني كنحنا من هو بيقدر يبلش الكتريك ويروح على المودرن دغري وبيقدر يبلش بالكلاسيك ويرجع يروح على الالكتريك يعني ما في رول بهذا الموضوع بس اذا بدنا نحكي ان جنرال ميوزيكال ما حلو يكون عنده نوسيون الكلاسيك براسه لو بده يعمل مودرن جبتوا لنا معكم فيديو لنتعرف اكثر على الجيتار الكتريك شخص اسمه ستيف فاي هو اخذ الجيتار لمطرح كثير مهم تكنيكلي وكومبوزيتور كثير عظيم بالجيتار وربيو اجيال يعني في اجيال كثير متاثره فيه وهيك وهلا بتشوفوا خلينا نشوفه ونتعرف عليه اكثر
سيدريك او حلو جدا وبده يسمع Whispering a Prayer. بس نحن محضرين حالنا سيدريك لغير مقطوعات. شو أهمية هالفيديو اللي شفناه وشو أهمية ستيف فاي بالنسبة للجيتار الإلكتريك؟ هلا هو كل ميوزيشن مثل كل شخص عنده ستايل معين، ايدنتيتي معينة، بيقدر يترجمها على الانسترومان اللي هو عم يدق عليه. ستيف فاي انسان عمل تكنيكات كثير حلوة على الجيتار وطورها وغيره من الجيتاريستية من ايام الخمسينات لما بلش تطور الجيتار. صار كل جيتاريست يجي يخلق معه فكرة جديدة، كونسبت جديد، ايدنتيتي جديدة وتتطور. يعني عندك جيمي هندريكس بلش بكونسبت، عندك ريتشي بلاكمور بالكلاسيك الميوزك لما بلش على الجيتار، ياسر حباني مثلا هلا بفرجينا مثلا كمان نوع من تكنيكات على الجيتار، مش بس انه بتنلعب باليمين وبالشمال، يعني بتنلعب حتى مثل بيانو اسمه تابينج على الجيتار. الياس على المسرح بتلعب سولو ولا بتلعب بس؟ انا سولو جيتار بلاير وكمان ريزم جيتار بلاير. تفضل. Technique the tapping actually it goes tapping two hands, two fingers. It's مثلاً ستيف فاي هو طور فيها كمان. في ستانلي جوردن كمان جاز بلاير. He played the guitar. It's like a piano. He's playing like a piano on the guitar tapping. في different techniques actually على electric guitar. منهم techniques اسمه skipping اللي هي بهذا الشكل. وفي الكليشيه in music actually بالinstrument تبعونا يعني. هو الليكس الانكومن بين الياس. لعبت جيتار كلاسيك؟ ايه درست جيتار كلاسيك كونسرفاتوار. وبتلعب هلا جيتار كلاسيك ولا بس؟ لا بلعب جيتار كلاسيك اكيد. الفرق كثير كبير بالنسبه لك يعني الفيل مختلف كليا؟ اكيد توتالي لانه اكشلي بالالكتريك بلعب بالبيك بينما بالكلاسيكال بلعب باصابيعي وحتى الدايمنشن تبعو الجيتار بيتغير. يعني كان البادي تبعوله اتس بيجر حتى الفينجر بورد كله سوا بيتغير كيف الدايمتر والراديوس تبعوله كمان. يعني هو التكنيكات اللي عم يعملهم ما بيطلعوا على الكلاسيك لانه ما في مثلا ميكرو او سيركوي الكتريك ليقدر يعطيك هالكلاريتي والديفينيسيون بالصوت تيقدروا يطلعوا. ميشيل شو الباس جيتار؟ البيس جيتار والجيتار في كثير ناس بعدها بتغلبت فيهم لهلا لانه بتغلبت بس لسبب واحد لانه ذات الشكل. بس الجيتار بيس هو انسترومان معمول من كاتر كورد، بلش بكاتر كورد بعدين صار 5 و6، بيعطيك غير صون، بيعطيك غير ريزونانس، بيعطيك بالميوزيك بيعطي غير فريكونسي اللي هي الفريكونسي العريضه اللي هي اكثر شيء ريتميك. يعني صوته بوم 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 اللي هو اللارج ساوند اوف ميوزك. بس تكنيكلي يعني اذا انا كباسيست بقدر العب جيتار واصلا بدق جيتار اتس ماي سكند انسترومنت، كثير قراب كثير فاميليار على بعض، هو الفرق بس بالساوند وبالرول تبعه بالباند بالفورماسيون. بس كمان يعني الفيل مختلف كمان حجم الجيتار لما بيختلف هو حجمه بيختلف اطول بيصير البيس. ومن زمان كان كونتر باس توقف حده بتصير تدق بالفرق الجاز اكثر شيء. هذا الانسترومنت الكبير الخشب هيك مش من زمان انه هلا بعده موجود بالاوركسترا. بعده كثير له فالور ميوزيكال كثير عاليه. بس نحن هون بالبلاد الشرقيه شوي قليل استعماله، اكثر شيء يستعمل بالفرق العربي. يعني الميوزيسيانيه اللي بدقوا على البيس شوي قليل. رح نسمع هلا مقطوعه محضرين لنا اياها. وي باكينج تراك فينا سيدريك نرافق الياس.
نايس فيري نايس. بتعرفي شغلة عنا هلا حتى بالإيكول ديزار بالغسانيا مين جينيراسيون عم تتطور بطريقة غريبة سريعة كثير وكثير نولج وكثير يعني التطور عم بيصير بشكل مخيف. يعني من 10 سنين الإلكتريك جيتار حتى من 15 سنة ما كان فيها الانفتاح مثل الجينيراسيون الجديدة. يعني بتشوفي أشخاص عنا بمدرسة عمرهم 10 و11 و12 تخافي لوين واصلين. كان يعتبر على كل حال الجيتار كلاسيك مثل ما كنا عم نقول انه لازم يكون في باس جيتار كلاسيك لنقدر نوصل، فكان في صعوبه اكثر انه الولد يكون عم يتقبل كل هالوقت ليوصل للي بده اياه. ايه 100% هيدي شغله كثير مهمه. هلا صار عنده شواء حتى بتكنيك يعني بالمناهج دراسه البيانو او اي اله ثانيه، بس يصير في تغيير بطريقه المنهج كمان هالشيء بيشجع كثير التلاميذ لحتى ما يكونوا عم يمضوا وقت بالنظريات كثير طويله. اكزاكتلي 100%. وحلو تعرفي قبل ما يعرف التلميذ شو بده ياخذ شوي يكون في شيء نوع مثل ادفايزنج، يعني مثل مرشد يقعد معه للتلميذ يشوفه كيف بيفكر اي نوع ميوزيك بحب وكيف كيف الايدنتيتي تبعه وين رايحه، وساعتها يتخير ينقي اذا بده مودرن او كلاسيك ما ينفرض واذا بده انسترومنت معين حتى exactly. مثل اي اختصاص يعني ثاني او اي مهنه بده يختار، بيوصل لنص الطريق وبعدين بيقول لي هيدي مش لإلي او مش لشخصيتي بيرجع بيقول شو هي. مزبوط مزبوط. يعني شخصيتك بتتبلور يعني مع الآلة والآلة كمان بتكون هي مناسبة أو وقت. بطلوا يخسروا وقت، بطلوا يخسروا وقت وبيستفيدوا أسرع. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لوجودكم معنا، معلومات كثير حلوة أخذناها وثانك يو إلياس على اللعب الحلو. شكرا لك مشاهدينا، هلا وقفة بنرجع نتابع.